الزموا اماكنكم دقائق. الاخ فيكتور، فيكتور كم بليز، الزموا اماكنكم قليلا. اخواننا الكرام، اخونا فيكتور من بيلاروسيا، هذا الاخ هو احد جيران المسجد، ومع افتتاح المسجد كان يتاثر كثيرا بسماع الاذان وسماع التلاوات وسماع الصلاه، وكان يتردد حول المسجد، وكان عنده خشيه من الدخول، فلما رايناه شجعناه وطلبنا منه الدخول، فكان خائف يقول يعني استطيع ان ادخل؟ قلنا له بالتاكيد تستطيع ان تدخل. قال طيب انا اريد ان ادخل لكن ما اريد ان ادخل في الاسلام، اريد فقط يعني اطلع. قلنا له مرحبا بك. فكان يحضر الاخ فيكتور بشكل شبه يومي، هذا الكلام من قبل رمضان، كان يجلس في احد زوايا المسجد ويستمتع بسماع التلاوه في صلاه المغرب وصلاة العشاء، وكان يأنس كثيراً للمسجد. خلال رمضان يعني تقريباً معظم الأيام هو يحضر التراويح، يجلس في الأخير يختار له زاوية ويعني يستمع إلى التلاوة. اليوم مع أذان المغرب اتصل فيه قال لي أريدك في موضوع ضروري جداً. قلت له طيب ممكن تأجل الموضوع؟ أنا يعني أكون مرهق جداً، أنا أكون في الإذاعة حتى قبيل المغرب وبعد المغرب أجهز لصلاة التراويح وبعد عندنا التهجد. قال لي لا، موضوع مهم جدا أريدك فيه. خير إن شاء الله. فلما أتيت قال لي أنا أريد أن أشهر إسلامي. نعم، حقيقة أنا فرحت كثيرا، وكان يعني هذا الموضوع قبل أذان المغرب بدقائق، فلقنته الشهادة وطلبت منه أن يغتسل. قال لي والله أنا اغتسلت وجئت. قلت له الاغتسال هذا ما ينفع، يجب أن يكون الاغتسال بعد التلفظ بالشهادتين. فالآن أنا سأردد له الشهادة. قبل أن أردد الشهادة، الأخ آلان سيسأله بعض الأسئلة، يعني كيف دخل في الإسلام وكيف شعر وما الذي دفعه للدخول في الإسلام. So what made you decide to go in Islam? Hi, my name is Victor. I'm from Belarus, 35 years old. Actually, it was a long way for me to go for this. And as I see, most of you guys probably were born Muslims and you had a unique opportunity to learn all this about Islam from your parents, your relatives. Actually, just today I learned to know that in my country we have only two mosques for more than 10 million population, and actually we don't have any knowledge about Islam in general except from the news. So then I started coming here and just listening to the prayers of Shirzad, and I was really impressed because touched my deep feelings from inside, and sometimes I was sitting and feeling like I just want to cry, and I felt like I'm getting closer to the God. And anyway, in the end of the day, we'll all get back to our Creator. And then I started reading some books about the basics of Sunnah, Quran, and just now I'm reading the book about the Prophet's life, and it's really, really impressive. So that's why I'm here. Thank you. So what made you come to the mosque pretty much every day? What attracted you about coming to the mosque every day? Yeah, as I told you, the prayer, basically, when you hear the praying time, it's something that you cannot just explain, and just your feelings. You just get closer to the God and you feel it deep inside of you. That's the first thing. Thank you. إخواني، تعرفون قبل أيام أخونا المكسيكي أيضا نفس الوقت كان مع أذان المغرب، وأيضا فاجأنا، جاء يطرق الباب ويريد أن يتحول للإسلام،
نفس الحكاية بالضبط، هو أيضا جيران المسجد ويسمع الأذان وتأثر كثيرا، ويسمع القرآن وتأثر كثيرا. يا إخوة، أحيانا لما نشر إسلام البعض، بعض الإخوة المصلين يسارع للخروج. إخواني، الزموا أماكنكم قليلا، هؤلاء لو تعرفوا الشعور الذي يشعرون به وهم يرون آلاف الناس يعني تبارك لهم دخولهم في الإسلام، وآلاف الناس يفرحون بفرحهم، هذه تثبتهم كثيرا. ونحن جربناها في المسجد القديم. في المسجد القديم كان بشكل أسبوع يدخل عندنا الإخوة، بعضهم يصبح فيما بعد من رواد المسجد المحافظين على الصلاة. لما كنا نسألهم بعدها يقول هذا الشعور لما كل الناس تفرح بدخوله في الإسلام يعزز عنده يعني الإيمان ويعزز الموقف اللي هو فيه. تعرف هو يعيش الآن يعني حرب نفسية مع الشيطان ومع النفس، زين؟ فوقوفكم معه هذه من السنة، من السنة. الصحابة لما كان يدخل واحد من المشركين في الإسلام كانوا يتلقونه بالتهنئة ويباركونه. نعم، الآن فلا تبخلوا على هؤلاء بالانتظار والسلام عليهم، وتكسبون أجرهم وأجر ذريتهم حتى يوم القيامة. الآن أنا سألقنه الشهادة، وأذكر مرة أخرى، هناك فرق بين الدخول في الإسلام وإشهار الإسلام. الدخول في الإسلام لما يأتيك ما تؤخره أبداً، أبداً ما تؤخره، إنما في أي وقت كان، حتى إذا مات يموت على الإيمان ولا يموت على الكفر. أما الإشهار فهذا يرجع إلى تجمع في التراويح أو صلاة الجمعة وما شابه ذلك. Now I say and you repeat after me. Say أشهد أشهد أن لا أن إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. Thank you very much. You did a great job. Thank you. إخواني بدون تصفيق، إحنا في الإسلام عندنا تكبير وليس عندنا تصفيق. نعم جماعة، خدموا التشجيع. إخواني لو في أحد يتكلم الروسية، لو في أحد الأخوة يتكلم الروسية يساعدنا في تعليمه الإسلام، جزاكم الله خير.